ده عنده قد ايه يا محمد؟ سبع شهور بكام؟ 5000 هات رقم تليفونك 012 02 10 ايه؟ 15 6 8 انت يا جيرمان بفوت اول حضن فيها خناصر السبعة زيادة ده اسمه خنصر يقول لك باربعة تلاف ما تتهاون شوية في السعر اربعة كتير لو انت هتخلص معايا هتكلم معاك برضه هتهاون ماشي يعني اللي هيخلص فيه كلام اللي هيخلص فيه كلام ما انا هصورها هاخد رقمك دلوقتي انت بتشتغلي بمزاجك قول لها السعر قول لها قول لها السعر والنبي عشان تشتغل فراوله يعني حتى نازله جدول طب هات رقمك هات رقمك طيب اديني رقمك 015 5 400 6 9 5 9 فوت حيد اسمحي لي انكشك لا والله بتشتغل بمزاجك ده كارين جيرمان واحد رويال واحد رويال واحد بلاك اند تاني وعنده قد ايه الرويال؟ ده عنده سنة واربع شهور ده سنة واربع شهور ورويا عنده قد ايه؟ ده سيزر ده لا سيزر قصدي عنده قد ايه؟ سيزر عنده سنة وشهرين سنة وشهرين رول خد خد سيزر خد اقعد اقعد هات رقمك يا معلم ولا ولا ايه ده ولا 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 هذا بكام وبكام؟ بأربعة بالحتة بأربعة تلاف جنيه هات رقم التليفون 012 02 250 250 94 94 049 049 تخفيضات هائلة ايوه هي بيقول لك حيضة ومنظفة عندها 3 شهور ماستف على بيتبول بس هي هيتقال عليها بيتبول اكس لارج سنة وثلاث شهور بكام؟ حبيبي يلا قول بس عشان اللي عايز يتصل عليه 50% قول يا رب نعم بالله انا ما بحبش شغل التليفونات انا بعرضها لحد الحد ده لو عايزها يتصل عليه 3 ب 3000 جنيه هات رقم تليفونك يا معلم 012 12 12 60 15 8 2 3000 وفيها كلام فين؟ ابو يوسف بنوتة جولدن السوق زحمة النهارده ايه ايه يا جميل عندها قد ايه دي؟
سنة وثلاث شهور بكام؟ ب800 جنيه نضيفة ما شاء الله. طب هات رقم التليفون كده قوله كده 012 077 877 893 1717. تربيت بيتي ما نزلتش. هي نضيفة قوي كمان. ده رد بس اسود. بكام؟ 3500 جنيه. عنده قد ايه؟ سنة؟ شغال؟ طب امسكه كويس. طب هات رقم تليفون 012 72 01 81 72. مضربوش 6000 جنيه ذكر جيرمان زي ما انت شايف فيه. الضغط العالي عنده قد ايه؟ سنة وثلاث شهور. هات رقم تليفونك يا معلم 012 84 81 52 59 09 09. حلو الكلب فيه شعراية ومصر وفيه شراسة كويسة. مضربوش اضربش الكلب. بقول لك ايه بص عشان خاطري خليك انهم هيقتلوا. هو خبطه عشان كده هو متزاول. ده الكلب غدا قوي. كلب جديد معايا برضه شغال بشخصيته ما شاء الله. بنوتة بيتبول حيضة ظروفها ايه في الشراسة؟ حلو شغالة يعني؟ هي نايبة السوق اللي بالك. بس خلاص ترص عليها ما تقولش طلعها بس في ميه خلي بالك. انا عارف بس هي متزاوله. طب هات رقم التليفون. طب هي بكام؟ هي ب 1000 جنيه. ب 1000 جنيه؟ معكش رقم؟ شعبان مش حافظ رقم بتاعك. تعال اقول رقم 012 299 45 45 843 ده ذاكر جيرمان؟ ده عنده قد ايه؟
17 شهر. قلبي ما شاء الله شغله بقى. مجنون وربنا مجنون. انت حطيس اهدى. ولا بص معاهم ايه قديم ده. بص ده ولا اطلع فوق اهو فوق اهو. امسك كويس. بكام وبكام؟ ده 17 شهر، ده عنده قد ايه؟ 18 شهر. بكام؟ ب 1700 جنيه ده. 1700. تعالى كده عشان الناس تتعدي يا حسن. هنتعدي يا حسن. وسعوا له يا جدعان، الراجل ده بياكل عيش. انا اللي بايع. تاخده من مين؟ ميدو. مين؟ ميدو حمزه بياخده من احمد عبيد. ما قلتليش الكلب اللي هناك بكام؟ الكلب ده بص ب 6000. خد على المربى اتكسر كسر. اديني رقم التليفون. طيب 012 75 2 0 4 3 0 0. جامد جامد ان شاء الله. ده برضه جامد. روي بتاع احمد سليم. اوعى. ايوه كده بقى، انت حطيت الفلاشه كده. واحد ونص بألف ونص. وفي جيرمان ابيض. ايه يا جيرمان يا ابيض عامل ايه؟ يا بص ده، تعالى تعالى بيمسك خشب ويمسك كل حاجه. شفت انا ب 1000 ونص. هات رقمك يا معلم. 012 012 2 لا 012 8 012 8 مش 2. 3 3 3 2 9 2 9 2 2 2 2 2 عنده سنتين. سنتين. عرف نفسك. طيب اسمك ايه؟ حمو شوام العمريه. حمو مسكوت من العمريه. ابراهيم صالح زمان خالص. ده كان عند ايه؟ احسن ناس. معاكوا ايه طيب؟ معانا كيك كرسي. دخلوا كيك كرسي. ماشي حلوه الجمله دي. لابرادور على كيك كرسي. بكام؟ 1000 جنيه. ماشي هو الراجل قال 1000 يا عم. 1000 جنيه مش هتعرف. هات رقم التليفون. احنا بتوع الغلابه. 012 012 صفرين صفرين 4 8 4 8 3 7 6 8 ما ده فيديو مش صوره. احنا في محل كناريا سيورو حيوانات الزينه اسكندريه في وش جزاره الحاج فتحي محطه مصر. نبدا الاول ايه؟ بسم الله كده. دول دره امريكي ان شاء الله. دول بسط برضو جوز دره امريكي. في برضو دول كلام هنا على
حاجات نوادر شوية. تمام. اقول لك ايه؟ هو طب انا كنت عاوز طب يلا بينا يمان ماسي واللي تحت ده اسمه ايه؟ في حاجات شغالة ولا سلمان ملكي. ايوه ويمان ماسي ماشي يلا بينا. يلا بينا. وفي برضو طاووس يوتي دول ولا مش عارف اخوتك سلاحف بقى. سلاحف بقى ايه كلام جامد قوي هنا في السلاحف. احجام واسعار كويسه يعني الدنيا ايه على الرايق. يلا بينا جو. يلا بينا المكان اهو حته ليه. بص في دراي قطط ودراي كلاب وفي الرمله اللي هي الخشب في الرمله العاديه ب 3 جنيه مفيش بقيه. وفي اكسسوارات زي ما تحب بقى ليش سلسله طوق حاجات محمله. تمام ب 3 جنيه برده ب 3 جنيه اجمد عشان لسه في شغل تاني تمام. شغل ايه مستورد وفي شغل محلي. في برضو ايه كلاب جراوي ايه بتسيكو ده كويس. اسعاره عندي منه 20 كيلو كلاب كبيره قادر. عندي بقى اولاد وعندي ده الكلاب برضو 20 كيلو سعره اقتصادي. واللي هيجي يقول لي اسم القناه هيتعامل معاه خصم كده كده في الفور. تمام يا معلم. وعندي برضه كلاب تاني 10 وايت كلاب. اللي بياكل دراي. عندي بره وعندي ده وعندي ده وعندي حاجات مستورده. تمام. كل حاجه موجوده في فضل الله. يا مصطفى.